ارفع كلمة الظلم. لو شلنا الظلم من البلد دي في اي مجال، تعتيم اعلامي، اعلام متحيز، تحكيم فاسد، مسؤولين، عمولات، رشاوي، مؤسسات حكومية بتدعم الاندية الاخرى، احنا مش يهود. الزمالك مش يهود مصر، الزمالك مصري مسلم او مسيحي، ومصر الزمالك او اهلي، ما يعملوش فتنة بين الزمالك والاهلي. احنا لا عندنا مشكلة مع الحكام، الحكام بتيجي في مواصلات، الحكم طالع عينه جاي يا عيني نايم، سفر بيصرف على نفسه بيجيب فالنا لتدريب، وبعدين ما نرجعش بعد كده نقول تحكيم، وبعدين ما نقولش عيبهم ايه. اتحاد الكرة ده يطلع واحد منه يقول هو عمل ايه لجنة الحكام عشان يفضلوا يبقى حكام سوبر ستار، وما يجيبوش حكام، بقولها من دلوقتي قبل 7 متوشة، ما يجيبوش حكام من الدرجة الخامسة ولا الستة ويقول لك دول اجانب. الاجانب يعني درجة اولى درجة تانية. يا ريت يا ريت يا ريت ما يجربوش فينا. لا الزمالك هيقف على بطولة الدوري ولا الاهلي هيقف على بطولة الدوري. الاهلي كيان، الزمالك كيان، الاهلي مش دولة. لو كان بيتسند مع النظام السابق راح، النظام السابق راح يعرق بمجهوده. الزمالك 59 بطولة، الاهلي 105 105. دور على 4 حروف: ح كاف الف.